سلام عليكم سيدنا محمد رضا الشريف الطاهر الحر، هذا مصاب جدك صلى الله عليه وآله، لك الحديث، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سماحة السيد أحمد، الله يرضى عليكم ويرعاكم إن شاء الله ويجعل الخير يعني فيكم أينما تحل. أولا اللهم صل وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، الهادي والبشير النذير والشاهد والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين، صلواتك ربي وصلوات جميع ملائكتك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ما شاء الله، وعلى من أحبهم واقتفى أثرهم بصدق. أما ما يدعونه الأمة هذا الزمن، ما يسمى الفرق كلها، وأنا مسؤول عن كلامي، يقولون كلنا نتقرب إلى الله بحب أهل بيت النبي، كذبوا، والله العظيم كذبوا، لم نرى أثرا لهذا الحب أبدا، كذبة كبرى وفرية أكبر. الله أمر بحبهم ومودتهم والسهر على خدمتهم وأمنهم وحراستهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي أمر الأمة أن تأتي أين أهل بيت رسولها أينما كانوا، يخدموهم ويسهرون على أمنهم وحراستهم ورزقهم ويهدى إليهم، وتقبل في شرعنا تقبل أيديهم وأرجلهم. سأبين بالسند الشرعي. لذلك سيدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان ومعه الصحابة، ما يسمى أبو بكر وعمر، وأتت الأغنام سجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم. فقال لا، لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة لتسجد لزوجها. فقالوا أذن لنا نقبل يديك ورجليك. لذلك أهل البيت تقبل أيديهم وأرجلهم، ولكن الأمة والله عقد سيدي رسول الله حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تؤدي حق سيد الأولين والآخرين. أي والله، هذا السؤال المطروح سؤال جيد، أود أن دائما هذا السؤال، هل الأمة أدت حق رسولها؟ أبدا والله أبدا. أخرج الأمة هذه من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من عبادة من وقت البنات، وأخرجهم من عبادة الأصنام والأحجار والأخشاب، والذي خدعوه سيدي رسول الله غضب، أي أتحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل؟ أي الأمة حسدت آل بيت رسول الله حسدا كبير، الحسد والحقد والضغينة والبغضاء، يبغضون رسول الله وآل بيته. وفي الحديث وفي الطبري ومستدرك الحاكم قال لعنة الله على من استحل آل بيتي. هذه الأمة مجنونة أصلا، يكذبون كلهم، ما يسمى السلفية والوهابية واتحاد علماء المسلمين والإخوان المسلمين كذابين، يقولون أن نتقرب إلى الله بحب آل البيت، والله العظيم كذبوا، صدقت، لم نرها أصلا بهذا الحب أبدا. أما أين المودة الذي أفرضها فرضا، فرضها الله على هذه الأمة أن تودوا آل بيتي؟ أبدا، مسحوها، ويقولون أهل السنة والجماعة يكذبون، ويقولون حديث مكذوب لم نجد له أثرا في الستة الصحاح، كتاب الله والسنة لم لا وجود له، وهم يقولونه في المقاهي في الشوارع في منابرهم الإعلامية، والحديث المتواتر عن الصحابة متواتر، تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، فهم الحق والحق معهم حتى يريدوا علي الحوض. وانظر أي أمة، هذه أمة مجنونة كذابين. لذلك عندما يدعي الزيس، ما يسمى الزيس إمام الحرم المكي، يدعي بخمسة ملايين معتمر أو خمسة ملايين حاج، يصير العكس تماما. الله منصر العراق يضرب بوش، الله منصر فلسطين يضرب شارون، وينصر الشيشان تضرب روسيا. أمة مجنونة، أمة والله لن أسامح هذه الأمة من أول من أسس الظلم لآل البيت، والله أمة ظلت وأظلت. أحسنت، أمة ظلت وأظلت، أحسنت يا مولانا. لن أسامح هذه الأمة منذ أن أسس ظلم وإجحاف وتغييب حق رسول الله وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين أئمة الهدى والرحمة، نور يهدي بهم، ويقولون أمة. لذلك أمة معاقبة. عجبت، أي أيوة والله يا سيدنا، أحسنت. سيد أنا شاكر لك الجزيل الشكر سيدي يا أخي وأخي، استغفر وابن الله، عمي وابن لحمي يا حبيبي يا عزيزي. والسلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام، أحسنتم، جزاكم الله خير، في رعاية الله.